وفي قطاع غزة. يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالفتاة رؤى السنداوي، هي نازحة وحامل أيضا بثلاثة توائم من قطاع غزة. رؤى أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية، بتمنى أنك تكوني بخير. أهلا بك رؤى. يعني بالبداية قبل الحديث عن الحمل وعن معاناتك، خلينا نحكي شوي عن رؤى الفتاة. مين هي رؤى؟ حكينا عنك، عن اسمك، عن عمرك، وين أنت الآن متواجدة أيضا؟ أنا رؤى السنداوي، متجوزة من إخواتي، عمري 20 سنة. ربنا وأكرمني أني أحضر ثلاث توائم. في بداية حملي ما كانش في حرب، كان الوضع عندي منيح، يعني كان بيتي منيحة، حياتي منيحة، مش محتاجة حد، أنا محتاجة جمعيات، أنا محتاجة مؤسسات، كان وضعنا المادي منيح، لكن بدأت الحرب فعليا دمرتنا، راح بيتنا، راح مصدر الدخل تبعنا، طلعنا من فز البيتون على رفح، طلعنا مشي. غير انه طلعنا مشي، انه طلعت كنت عامله عمليه 7 ايام بس اللي عملاها، وكان لازمني راحه 3 ايام انطلع نايمة على ظهري. فطلعت بعد 7 ايام نشي من غزه لوادي غزه. يعني رؤى الحرب في غزه نعم على الارض. رؤى إذا في كمان، إذا في مجال إنك تكوني بمكان، يعني الصوت عنا بقطع شوي، إذا في مكان يعني مكان ممكن تكوني فيه لحتى يكون الصوت أوضح بالنسبة لنا. رؤى إحنا بنحكي اليوم عن الحرب بتضاعف معاناة النازحين ومعاناة المواطنين بشكل كامل، فما بالك اليوم إحنا عم نحكي عن فتاة حامل بثلاث توائم من قطاع غزة وبتزيد أوجاعهن وبتزيد ألامهن أكثر. خلينا رؤى نحكي عن تجربتك بشكل كامل خلال هذه الحرب. كيف مرت 5 شهور في هاي الحرب وانت حامل على رؤى الفتاة؟ والله مرت علي أصعب فترة مر علي في حياتي كلها. كنت أنام وأنا أعيط، دعيت ربنا كثير، وصلت وصلت لمرحلة استشهد أنا وولادي. أنا عندي بنت صغيرة وحامل في 3، استشهد أنا وبنتي والولاد اللي في بطني من كثر ما كنت تعبانه. كانت الدنيا برد كثير، كانش عندي اني اتغطى، كنت اتغطى انا وبنتي في بطانيه واحده. احنا طلعنا من غزه باواعي خفيفه، يعني مش اواعي شتويه. كنت انام واصطن بنتي لعل وعسى انه من الدفى يصير عندنا نوع من الدفى. انام انا وبنتي بنتي في بطانيه، غير الاكل. المعلمات كانت بشكل فظيع تعمل عندي تكسير في الدم، وكل ادويتي مجرد ما اخذها واكل شيء معلبات جنبيها تبطل مفعول الدواء. كذا مره يغمى علي من قله الاكل، كذا مره يغمى علي وادوخ واتعب بس من اكل المعلبات. الدكتور حكى لي ممنوع تاكل المعلبات، فاني ما فتش في كلامه لانه ايش حاكل شيء غير المعلبات، لانه المعلبات اللي كانت متوفره والمعلبات اللي انا بقدر اني يعني اوفرها لي. فثلاث مرات يغمى علي واروح للدكتور يفحص لي دمي، كان يوصل 8. فهنا بدي حكي لي بنتي معلبات اقطعيهم، حكي لي كل شيء ثاني غير المعلبات، حكي لي ايش على السلطه، حاولي روحي لناس تساعدك. كتب لي تقرير انه انا يعني انا بحاجه لمساعده. الحمد لله يعني لفيت كذا جمعية وكذا مؤسسة كانوا متأكدين. وآخر فترة لما أنا تعبت وصرت على وشك الولادة لجأت للصحافة، كل الطرق فيا تسكرت أبوابها، وولادتي كان يعني ولادتي قربت كثير. لا معي إني أغذي حالي منيح، لا معي إني أجيب لهم أواعي، ولا معي إني أوفر لهم البنبط والحليب والشغلات هذه لبعد الولادة. فلجأت أنا للصحافة، والحمد لله يعني إن شاء الله الأمور بدأت تتحسن، وإن شاء الله هيك الحرب خلص وقلت براحة. نتمنى ذلك رؤى. رؤى اليوم هل في متابعة لوضعك الصحي بشكل خاص
في المستشفيات، أم حتى إنه يعني إنك توصلي للمستشفيات اليوم صعب عليك؟ بصراحة يعني المستشفى الوحيد المستشفى الإماراتي اللي بولدي أنا خايفة، ومن تخوف إنه اليهود تفتح رفح أو تصير إحدامنا على المرور في رفح، لأنه وقت إحنا بس طبعا المسجد اللي أنا فيه على مكان المستشفى مكاني بعيد كثير، غير هيك الحضانات مش هالحضانات للأطفال اللي في المستشفى، فعن جد يعني وضع اني انا اولادهم في رفح صعب كثير، وغير هيك لو صار مثلا حزام ناري في المنطقه اللي انا موجوده فيها قصف اشي، كيف انا بدي اطلع من المكان وانا معايا ثلاث بيبيهات صغيره في سجن الوحش؟ هي كمان مشكله ثانيه غير انه مشكله الاطفال انه بدهم يعني عنايه اهتمام شغلات ثانيه كثيره، الحرب اجت دمرتنا فعليا، دمرتنا نفسيا وماديا وجسديا، خلت بس كل تفكيرنا كيف نكون في مكان نوعا ما امن، والحمد لله بتشتي ولا مكان امن. يعني رؤى الحوامل بيحتاجوا لرعايه صحيه وحمايه ايضا بدون الحرب، فما بالك اليوم احنا بنحكي عن فتاه حامل بثلاث دوائم موجوده في حرب من 5 شهور، اليوم ايش المتوفر لرؤى الحامل؟ من مستلزمات خاصة وأيضا مستلزمات للأطفال من غذاء من رعاية صحية وطبية. والله أنا قبل ما يصير معايا اللقاء كنت فعليا كل إشي مقطوع من عندي، يعني كنت ميت العافية لما أدبر لقمة أكلي، لكن الحمد لله بعد ما صار اللقاء في كثير ناس فاعلين خير تواصلوا معايا وساعدوني، في ناس بتحاول انها تساعدني، في يعني عن جد للامانه لقيت انه في اولاد حلال وبنات حلال رؤى، يعني متابعتك من قبل اطباء وطبيبات بخصوا الحمل، وانت اليوم يعني بقي يعني اعتقد اسبوعين على ولادتك، يعني هل في هناك اي متابعه؟ متى اخر مره قمتي فيها بزياره الطبيب والكشف ايضا عن يعني الاطفال اللي انت حامل فيهم؟ تقريبا يعني من يومين او 3 ايام كنت انا في المستشفى، تعبت كثير ولليوم بتعب، دائما ضغطي واطي، مش عارفه ايش السبب، يعني صرت اشرب عصائر، اكثر شرب السوائل زي ما بيقولوا لي، لكن حتى الان ضغطي واطي كثير، وممنوع انا يصير عندي ضغط واطي او عالي. بالنسبه للمستشفى، المستشفى مليانه حالات وليد، مليانه نساء حاملات، بنستنى دور، يعني انا بطلع من المكان اللي انا فيه الساعة 7 عشان أفوت عند الطبيب الساعة 10 أو الساعة 11، وأنا يعني حتى لو كنت تعبانة مجبورة إني أستنى لأنه دور، غير إنه دور هو المستشفى الوحيد، مش مستشفى غيره إنه الواحد يلجأ، لا لو يصير مثلا تنقسم الحالات على كذا مستشفى، فكل الناس تتوجه لهذا المستشفى، كلنا بنستنى دور ما قبل ما نفوت عند الطبيب. حتى موعد الولادة رؤى لازم كمان تاخذين موعد من اليوم، موعد الولادة؟ نعم، حتى موعد الولادة حتى يعني بالتزامن مع يعني الاكتظاظ الكبير في المستشفى لازم تاخذي له موعد من اليوم؟ أنا لأنه ولادتي قيصرية ما ينفعش يصير عندي طلق طبيعي، ولأنه 3 دوائم فحددوا لي إنه قبل 5/3 أكون والدة إن شاء الله. إن شاء الله رؤى، يعني كمان إذا بدنا نيجي نحكي عن الصعوبات والتحديات اللي بتواجهك اليوم رؤى، كمان أنت يعني معك فقر دم وبحاجة لأغذية لحتى إنها تقويك، وحسب ما حكيتي لي إنه الأطباء كمان مانعينك من يعني الولادة بدون ما يرتفع دمك، اليوم أنت دمك 9. صحيح، أنا دمي اليوم 9، قبل شهرين كان دمي 8، يعني ان شاء الله يعني خلال هذه الفترة دمي يعلى، ضغطي يصير منيح، الحياة عنا تتحسن نوعا ما، يهدى بالنا اولا، ما بتكونش في حرب، لان انا صرت مرضى من فكرة
صار ما صار في رفح، صار قبل فترة صف عنيف. فحكيت بكرة هذا لما أنا أكون مالتا في عندي ثلاث بيهات وبنت صغيرة، كيف بدي أجري فيهم؟ رؤى كل امرأة حامل وكل أم أيضا دائما بيكون في عندها خطط وأحلام لاستقبال مولودها الجديد. خلينا نحكي عن أحلامك اليوم وأمنياتك كامرأة حامل بثلاث أطفال. كلها راح الحمد لله. أنا كنت ناوية إنه إن شاء الله لما أولادي بدأ إذا نحكي على كلام كان حيصير قبل تصير الحرب، يعني لو ما صارتش كان هذا الكلام هو اللي حيصير. كنا مخططين إنه نلاقيهم غرفة خاصة فيه. من أحسن وأفضل آلات الآلات الكهربائية زي الكوت الكهربائية، الشغلات الكهربائية إنها تساعد إنها تساعد مثلاً، يعني الكوت الكهربائية نجيب لهم، نجيب لكل واحد كوت كهربائية، نجيب لكل واحد ألعاب خاصة، ملابس خاصة. إنه أنا كمان لما إن شاء الله أولد كنت هروح على بيت أهلي أقعد هناك ما يقارب شهرين، عادل أنا جسمي يرتاح، إنه هناك أمي وخواتي حيساعدوني إنهم حيساعدوني، يعني ثلاث بيهات وبنتي الصغيرة، يعني لازم حدا يساعدني، كانوا أهلي حيساعدوني. وعبل ما ألاقي إنه هيك جسمي ارتاح والأولاد كبروا شوية كنت حرجع على بيتي. لكن حاليا أنا خواتي من بداية الحرب ما شفتهمش، أهلي في منطقة وأنا في منطقة، أربع مرات شفت أمي خلال الحرب والخمس شهور هذا. أنا قبل الحرب كنت بشكل يومي أروح على بيت أهلي، اليوم بيت أهلي تقريبا راح، محلاتهم راحت، الحياة كلها عنا تدمرت الحمد لله. رؤى إيش مقررة تسمي الأولاد؟ والله أنا كنت ناوي أسميهم أسامي، فأنا شفتهم في رؤية إنه إجا الدكتور وبشرني في أساميهم. حسام إن شاء الله علي وحور وفارس إن شاء الله. يعني رؤى خلينا أخيرا، يعني بحب نسمع منك عن معاناة النساء بشكل كامل وبشكل عام، يعني النساء ووضعهن الخاص ما قبل الحرب وما بعد الحرب، والعيش يعني العيش كامرأة اليوم في خيمة وهي الخيمة ما فيش فيها خصوصية أبدا. وأكيد يعني رؤى بتسمعي لكثير من القصص المأساوية والإنسانية لظروف النساء على وجه التحديد في داخل هاي الخيم. احكينا شوي عن هاي القصص اللي عم تسمعيها، عن الصور الإنسانية يلي بتكون مرافقتكم في كل دقيقة نتيجة هذا العدوان. عيشة الخيام عن جد يعني بالمرة ما عيشة الخيمة ما بتلقى حجر ولا بتلقى برد ولا بتلقى إشي، بس إنها بتستر. معاناة تانية بعدين في الخيمة، يعني بتكون كذا عيلة لأنه الخيمة صعب إنك توفريها، ولو بدك تعمليها بدها بتحتاج لفلوس كتير. وفعليا الناس كلها تدمرت في الحرب، اللي كان مع إرث في بداية الحرب طولت كتير، مصادر الدخل راحت لأغلب الناس. اليوم الناس بتلاقيها مشتركة في، أنا رؤى كنت في خيمة فيها أربع عيل 18 نفر، الخيمة أقل من غرفة، يعني مساحتها أقل من غرفة. أنا وبنتي كنا ننام على فرشة واحدة، جوزي كان ينام على الأرض، كلهم باقي الأنصار اللي كانوا في الخيام كانوا كلهم جنب بعض. يعني مثلا بتقدريش إنك تتحركي لا يمين ولا شمال من زبر الخيمة، من عدد الناس اللي كان فيها. الحمد لله بدأت الأمور يعني تمشي وتتسهل، وإن شاء الله يا رب هيك تخلص الحرب ونرجع على الشمال رغم إنها متدمرة وكل إشي فيها متدمر. رؤى أخيرا بنحب نسمع منك رسالة لهذا العالم، ورسالة وأيضا مطالبات لكل من يسمعنا اليوم.
أنا بطالب الناس، بطالب جميع العالم إنه خلص يعني يقفوا معنا ويحاولوا يوقفوا الحرب. عن جد إحنا بدنا يعني يقفوا معنا وقف الصمود. ما يضلوش يحكوا الشعب لا يعني أنا واحدة من الناس بتحكي خلاص أنا بكفي، أنا صبرت لحد الآن، خلاص أنا مش قادرة أصبر أكثر من هيك، أنا طاقتي خلصت. أنا نفسي أولادي براحة بال تكون الحرب موقفة، يكون المكان آمن، ما خافش عليهم من الهواء، من البرد، ما خافش عليهم من الأمراض، لأنه في تكدس مكاني كبير. أنا مناعتي قلت، بمرض دائما، بسلوز دائما، قلت هيك لو في الوقت أنا ما أخذ الأدوية لأنه مضرة إلا ومضرة للجهات. الحمد لله يعني رؤى نتمنى لك السلامة. أو نفسي أنا أطلع من غزة، خلص أنا تعبت من شغلة اسمها حرب، نفسيتي تدمرت نهائي. الحمد لله رؤى، نتمنى لك السلامة ولجميع نساء الحوامل، نتمنى أنك تشوفي أطفالك بين إيديك بأفضل صحة وأفضل حال إن شاء الله. شكرا لمشاركتك، نتمنى هالرسالة أيضا والمطالب توصل لكل العالم. شكرا لك رؤى السنداوي الناصحة وأيضا الحامل بثلاثة توائم من قطاع غزة. شكرا لك رؤى حبيبتي، يعطيك العافية.